اوكي ام سوري، بس انا مو ترتيب البث حتى من ترجعوا له يكون اسهل عليكم. يعني راح نحكي التاكي كارديا ان ادلتس. كيف انتظر دقيقه واحده بس، اعتبروها هاي منتال بريك، هاي الدقيقه على مود بس يتجمع العدد ونحكي التاكي كارديا ان ادلتس. كل ما ننهي بث ونبدي بث جديد الاعداد الاودينس يبدي يتناقص، اكو ناس قاعد تنعس. زين 30 seconds within 30 seconds نبلش نحكي عن التاكي كارديا ان ادلتس ان شاء الله. اي نحفظ البث اكيد بنكتبها حتى سيتم حفظ البث لا تقلق. اوكي زين نبلش تاكي كارديا ان ادلتس. شو راح اتعامل ويا التاكي كارديا؟ نرجع نفس التسلسل مال الاحداث، راح يجيني البيشنت وذا سيمتم. اوكي راح يجيني البيشنت سيمتوماتيك سيمتمز، هاي سيمتمز رينج اوف سيمتمز، ممكن من المايلد تو سيفير سيمتمز حسب بيشنت. ممكن يجي سينكوبي، هيستوري اوف سينكوبي او ريكيرنت سينكوبال اتاكس. بيشنت ممكن يجي ديزينس، patient chest pain, shortness of breath, patient جاي بي with the signs of shock، يعني مو هو جاي. patient ممكن palpitations. اذا يعني زاد العدد خير وبركه ان شاء الله. symptoms مال patient range of symptoms، زين range of symptoms يجي بيها patient. المهم من يجي patient with tachycardia ايش راح نسوي احنا؟ with the symptom راح نسوي له assessment primary survey. مو هالقد ما عدنا البرايمري سيرفي صار عندنا ملل، يعني هواي حكينا بس اتس اوكي يعني ات ورث انه يعني اي بي سي بلس فايتال ساينز assessment of the airway breathing circulation بلس فايتال ساينز و concomitantly management of life threatening conditions اللي تخص الاي بي سي يعني resuscitation. اوكي بس خلي ببالك هنا تاكي كارديا ان ادلت، احنا بالادلت حتى نقول عليه تاكي كارديا لازم الريت يكون اباف 100، مو هذا الرقم 100 فوق ال 100. لكن بالالجوريثم اوف تاكي كارديا ان ادلتس حاكي لما الريثم يكون اباف 150 اكثر من 150. واي از ذات؟ اكثر من 150 ذيس از ا فيري هاي ريت. ممكن in such a high rate يكون الريت تبع عليه الريت هو المسؤول عن الهايبوبرفيوجن والانستابيليتي او السيمتم اللي اجى بيها البيشنت. يعني such a high rate ممكن يكون هو الكوز مال السيمتمز مال البيشنت لان الريت هاي. اوكي فما اخذنا فوق ال 100، نوخذ بالالجوريثم مال التاكيكارديا ان ادلت اكوردنج تو ذا اي سي ال اس بروتوكول اباف 150. ليش؟ لانه اباف 150 ممكن تبدي عندي سيمتمز بسبب الهاي ريت. المهم الريت جست اشتغل عندي الارم، شفته من سويت البرايمري سيرفي وسويت ريسستيشن. بيشنت هايبوكسيميك انطيته اوكسجين، بيشنت هايبوفوليميك انطيته فلويد، بيشنت هايبرثيرميك سويت له كولد سبونج او انطيته انتي بايرتيك اذا كان فيفر على مود انزل التمبرتشر. المهم كل الميجرز سويتها وبالريسستيشن، افتر ويتش اذا التاكي كارديا ريزولفد او امبروفد كانت سكندري وراحت لحالها. لا والله اذا التاكي كارديا بقت اسميها بيرزيستنت تاكي كارديا او تاكي ديسرذمية بكيفك تاكي كارديا. هسه البيرزيستنت تاكي كارديا معناها هي البرايمري كوز اوف سيمتومز، هنا أنا لازم تتعالج. فأقسمها according للستابيليتي أو according لوجود أو عدم وجود signs of unstability إلى stable وunstable. شنو هي signs of unstability؟ نفسها مال البراديكارديا اللي حكيناها، acute altered mental status، patient عنده ischemic chest pain،
hypotension, signs of shock, أو الpatient عند acute heart failure بمعنى pulmonary edema. هيجي حالة patient أي وحدة وأكثر من ذني unstable ولا وحدة patient stable. تابعوا علي وراح أحكي هاي الحكاية مهمة. هسا لما عندك بالمحاضرة شغلة مهمة وتريد تأكد عليها تجر جواها خط لما أو تحطها بهايلايتر أصفر على مود توضحها. أني هنا دا أحكي، فمن أحكي راح أعلي صوتي، انتبه علي لأن هاي الشغلة مهمة بليس. أي patient إجاك tachycardia symptomatic tachycardia وسويت له ريصص وبعد الريصصتيشن التاكيكارديا بقت والبيشنت بعد الريصصتيشن والتاكيكارديا الباقية لقيتها unstable، هذا البيشنت انت له كارديوفيرت كارديوفيرجن انت له استخدم كهرباء انت له. اوكي أي patient symptomatic tachycardia سويت له resuscitation وبقت التachycardia persistent ولقيتها unstable after that cardiovert. شنو فرق cardioversion وشنو فرق عن defibrillation؟ cardioversion كهرباء والdefibrillation كهرباء، نفس المبدأ بالpads نفسها شكلها بنفس المكان. هذا patient راسه، هاي رقبته، وهاي هنا chest. راح أشكل هذا clavicle، هذا الرايت، هذا اللفت. أشكل الباد هنا جوا الرايت كلافيكل والباد الأخرى هنا بال الأيبكس فوق الأيبكس، يعني لفت سترنال بوردر توارد الأيبكس، يعني فوق الأيبكس يعني باتجاه الأكزيلا. In order to sandwich the heart، حتى الكهرباء تفوت through the heart. إذا نفس المبدأ مال نفس أشكله بنفس المبدأ مال ال defibrillation. زين شنو الفرق؟ الفرق بالكارديوفيرجن، أولاً الكارديوفيرجن يكون synchronized مو مثل ال defibrillation يكون asynchronized. بالمناسبة الجهاز من تشغله هو باي ديفولت هو يشتغل asynchronized إلا أنت تتحارش به وتدوس دقمة مكتوب عليها sync يعني synchronization وتسوي synchronized، يعني أنت تسوي synchronized، وإلا هو باي ديفولت كل ما تشغله هو يكون asynchronized. المهم كل ما تنطي كهرباء سواء synchronized أو asynchronized يرجع مرتلخ المرة الثانية يكون asynchronized، يعني كل مرة تنطي بيها كهرباء لازم تسوي السينكرونيزيشن بطن حتى يصير سينكرونيزد، لأن هو جهاز باي ديفولت اسينكرونيزد سواء تشغله من جديد أو ورا ما تنطي الكارديو فيرجن يرجع اسينكرونيزد من جديد، لازم نتعدله وتسوي سينكرونيزد إذا ستيل تريد كارديو فيرجن. شنو الفكرة مع السينكرونيزيشن؟ سن يعني in the same time، سن يعني بنفس الكرونوس time، فsynchronous يعني in the same time، same time of an event synchronized with something، يعني انت اذا تنطي الكهرباء زين in the same time of an event معين. شنو هذا الايفنت؟ هو الR wave، R wave بمعنى الجهاز من الدوس الدقمة مع الالكتريسيتي ما ينطي الا يشوف الR wave يلا ينطي الكهرباء، يعني يجوز انت بالديفبريليشن اول ما تدوس الديفبريليشن بطن دقمة الديفبريليشن الجهاز ينطي كهرباء، لكن هنا من تدوس الجهاز بوز ينتظر يسوي ريكوجنيشن للار ويف يلا ينطي الكهرباء على الار ويف سينكرونايز وذ ذا ار ويف. شنو الفكره من هالموضوع؟ ليش الفكره؟ خوفا من انه تنطي الكهرباء، خوفا من انه بالصدفه ممكن زين تنطي الكهرباء بمنطقة يسموها الريلاتيف ريفراكتوري بيريد. اوكي الريلاتيف ريفراكتوري بيريد نحكيها ان شاء الله لما يعني يجي حكي في يوم من الايام عن الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن، يعني المايوكارديال اكشن بوتنشال.
في وقتها من نحكي على الديسرادميك انتي ديسرادميك ميديكيشن اللي الله كتب لنا عمر، راح نحكي اول مره الصيادله نستفيد منهم بعدين نجي نحكيها للكل. المنطقه اللي تكون اذا ترسم من قبه او اعلى نقطه بالتي ويف، اذا تجر خط من النص زين، النصف الثاني رفلي من التي ويف هو المنطقة اللي يكون بيها الهارت is relatively refractory، يعني إذا تيجي كهرباء شوية قوية ممكن يصير depolarization. أما اللي قبلها زين، اللي قبلها كله absolutely من بداية ال depolarization حد ال repolarization هاي النقطة الدوم مال T wave، هذا absolutely refractory. فخوفا من الكهرباء تيجي هنا على هاي النقطة relative refractory period ويصير depolarization ويصير ما يعرف بالR on T phenomena، أوكي يعني يصير QRS نانا، يصير conduction يسموه R on T phenomena. هاي ممكن تسوي deterioration into VF، هاي الR on T ممكن تسوي deterioration into VF. ولهذا إحنا لما عندي في حالة إن patient عنده tachycardia وعنده pulse، تنحكي على patient with a pulse ما داحكي cardiac arrest، patient اللي عنده pulse tachycardia ما انطي ديفيب، ما انطي اسينكرونايزد، ليكون يتحول الى شيء اسوأ اللي هو كاردييك ارست without pulse، واني ما اريد يصير اسوأ. ولهذا سووا فكره سينكرونايزيشن انه الجهاز يشخص شو وقت يسوي ديتكشن للار ويف وينطي الديف الالكتريسيتي لما يحدد الار ويف. اوكي فاذا الكارديو فيرجن يكون synchronized، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الكارديو فيرجن فرق عن الديفيبريليشن. الديفيبريليشن عادة الدوز مالته يعني fixed ديفيبريليشن دوز في حالة كان مونوفيسك ديفايس هي 360 جول، في حال كان بايفيسك ديفايس هي according للموجود بالمصنع اللي مصنع الجهاز هو كاتب لك إياه، ففيكست أو تقريباً بين 120 إلى 200 هو الماكسيمم مال الجهاز البايفيسك. إذن فيكست ثابت، ديفيبريليشن دوز ثابت لكل جهاز. أما في حالة الكارديو فيرجن لا والله، الانرجي ليفل مو مثل الديفيبريليشن فيكست، لا according to ال type of dysrhythmia أو type of tachycardia، according to type of tachycardia. فكل specific type of tachycardia إلها cardio version خاص، دوز خاص. هسه نجي نحكيها وضروري تعرفها، لأنه أنت إذا patient عندك unstable ومحتاج cardio version وأنت ما تعرف الدوز وتقعد تدور بجيبك على كتاب أو موجود عندك من موبايل، ويعني it takes time وجزء ما تلقى أو تخابر جزء ما تلقى أو جزء ما تحصل جواب. patient مالتك unstable يعني ما مقبولة انه تأخر على مدة تدور على شقد الدوز، فضروري تكون ببالك هاي الدوزات مال الانرجي محفوظة، حافظها ببالك. اذا قبل ما نحكي الدوزز ونحطها بجدول، الكارديو فيرجن فرقة عن الديفيبريليشن اولا يكون سينكرونايزد، وحكينا الفكرة مال سينكرونايزيشن. اثنين يكون الدوز او الانرجي ليفل، دوز مال الانرجي according to the type of tachycardia. زين هي شنو هي types of tachycardia؟ شنو هي types of tachycardia؟ نجي نسطر types of tachycardia حتى تكون واضحة. نقسم التاكيكارديا إلى نوعين أساسية according to شنو؟ ال width of QRS. إيش قد النورمال ويث اوف كيو ار اس؟ نورمال إيش قد؟ أقل من 120 ملي سكند. يعني إيش قد 120 ملي سكند؟ يعني 3 مربعات صغيرة 3 مربعات صغيرة، واضح؟ لأن كل مربع صغير هو 40 ملي سكند زائد 40 زائد 40 40 في 3 يطلع 120 ملي سكند. فالويث مال كيو ار اس نورمال اقل من 120 ملي سكند. فاذا كان الكيو ار اس اقل من باوع، هاي كلمه اقل خل اكتبها لان شو اكبر واصغر انا ادوخ بيها،
أقل من عندي البوصلة مالتي مضروبة، أقل من 120 يعني هيجي أقل من إيه الحمد لله دبرت، أقل من 120 ملي سكند، ملي سكند زين. هذا نارو كومبلكس يسموه نارو كومبلكس تاكيكارديا. أما إذا أكثر ويساوي أكثر أو يساوي 120 ملي سكند، it means that هذا وايد كومبلكس تاكيكارديا. تاكيكارديا زين. فقسمناها according to the width of the QRS into narrow complex و wide complex. In narrow complex النوب نرد نقسمها إلى قسمين، regular و irregular. عرف irregular شلون كتبت. المهم regular و irregular. الregular خمسة بالتاكيكارديا نارو كومبلكس ريجولار ريذم خمسة. من هم؟ أول واحد ساينس تاكيكارديا، ثاني واحد أتريال تاكيكارديا، ثالث واحد جنكشنال تاكيكارديا، رابع واحد PSVT باروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، البنوعيه الافنرت اي في اتريوفنتريكولر او اي في نودال ري انتري تاكيكارديا او افرت اتريوفنتريكولر ريسبروكيتنج تاكيكارديا. فبنوعي البي اس في تي، واخيرا الاتريال فلاتر وذ ريجولار بلوك. regular block. okay. فإذا كان narrow complex وregular فهو واحد من خمسة ما يطلع منهن ذني. إذا كان عندك tachycardia وnarrow complex وشفت regular فهو واحد من ذني الخمسة، إما sinus tachycardia يا إما atrial tachycardia يا إما junctional tachycardia يا إما PSVT يا إما atrial flutter with regular block. تمام؟ لا والله، لقيته الريجولر فهو واحد من ثلاثة، يا اما اشهر واحد الريجولر نشوفه نارو كومبلكس نشوفه هوايه هو اتريال فيبريليشن، هذا واحد، او اتريال فلتر بس هالمره مو ريجولر بلوك وذ فاريبل بلوك، او مالتي focal multifocal la high small atrial tachycardia او مختصرة MAT او MAT. اوكي. فاذا اذا narrow complex و irregular فهو واحد من ثلاثة ذولا ما يطلع من عندهم، narrow complex و regular واحد من بين الخمسة. اوكي هاش حكي. هذا نارو كومبلكس رجي نارو كومبلكس تاكيكارديا. نيجي على الوايد كومبلكس. الوايد كومبلكس وراح اكتبها جوه، الوايد كومبلكس واحد من ستة، وايد كومبلكس واحد من ستة ريذمز. يا اما وهذا اول واحد انا ما مقتنع به صراحة، بس لانه الاي سي ال اس ذاكره بهالشكل فاني راح اذكره لانه الاي سي ال اس احتراما للاي سي ال اس، بس يعني أنا ما مقتنعين كتبوا يا وايد كومبلكس تاكيكارديا. هو ventricular fibrillation، يعني بشرفكم ventricular fibrillation عبارة عن كايس، فشي زيجزاج لاين، ما بي لا راس لا رجل لا بي QRS لا بي فشي، يعني ما بي تفاصيل. فيعني بعد شنو الوايد كومبلكس؟ بس المهم ال ACLS كاتبه ويا وايد كومبلكس احتراما لل ACLS نعتبره أوكي. النوع الثاني من الوايد كومبلكس تاكيكارديا هو ventricular tachycardia بنوعي monomorphic و polymorphic. monomorphic و polymorphic. تمام.
الشكل يعني النوع الثالث ممكن وايد كومبلكس تكافي شنو ممكن يكون؟ ممكن يكون ساينس، شوف ساينس تاكي كارديا بس شنو زائد بندل برانش بلوك. هو ساينس تاكي بس اكو بندل برانش بلوك بسوي وايدنينج فيصير وايد كومبلكس. او اس في تي، انتبه ان انا اس في تي ما اقصد بها البي اس في تي، البي اس في تي اقصد بها الري انتري اللي هي افنرت او افرت. الاس في تي اقصد بها كل تاكي كارديا الاصل مالتها ابوف ذا فنتريكل، اللي هي ممكن الاتريال فبريليشن، اتريال فلاتر، ممكن المالتي فوكال اتريال تاكي كارديا، يعني كل شيء عدا الساينس تاكي، كل شيء ابوف ذا فنتريكل سمي اس في تي. اوكي، فجنرال تيرم احنا اصطلاحا من نذكر الاس في تي دائما نقصد بها البي اس في تي، بس ميز هذا الاس في تي هنا جنرال تيرم يقصد كل الارثمية او التاكي كارديا اللي اصلها above the ventricle with bundle branch block. SVT اي تاكي كارديا اصلها above the ventricle بس وياها كو bundle branch block يخلي الوايد كومبلكس، يخلي الكومبلكس الوايد. الخامسة اللي ممكن نشوفها وايد كومبلكس ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون a pre-excitation syndrome. patient اللي ابو البري اكسايتيشن سيندروم اللي هو WPW، زين، وولف باركنسون وايت سيندروم، WPW سيندروم. ذول ايش بيهم؟ ذول ليش يصيرون وايد؟ WPW اعتقد حكيناها سابقا، بيها نوعين، نقلب الورق. WPW بيها نوعين، شوف هذا من يكون ساينس عندي اكسسوري فايبر، خلينا نرسمها بالاحمر لان احنا عندنا قلم احمر نريد نستغله. عندي فايبرز اكسسوري ما موجوده بالنورمال بيبل، يسموها فايبرز اوف كنت او بندل اوف كنت او فايبرز اوف كنت وات ايفر، ما اعرف نوت شور. المهم فهاي الفايبرز موجوده اكسسوري، وموجود عندي اي في نود اللي هو البوابه النورمال بين الاتريا والفنتريكل. صارت عندي بوابتين، هاي البوابه الثانيه اكسسوري، هاي بدنا نحكي على ابو دبليو بي دبليو. دبليو بي دبليو عند هذا بوابتين من الاتريا للفنتريكل، الاي في نود والاكسسوري باثوي. نورمالي بالساينس ريذم يبدي هنا الامبولس وينتشر زين بالأترية، ثم يوصل للـ AV node ويوصل للـ accessory pathway in the same time. أوكي، فالـ AV node شو تسوي delay بينما الـ accessory pathway توصل أسرع، لأنه هاي normal myocardial tissue يوصل سريع، فيوصله للـ ventricle. من يوصله للـ ventricle هنا myocardial cells تسوي كوندكشن، بس مو مثل سرعة البركنجي سيلز اللي موجودة بالكوندكشن سيستم، فتمشي الامبولس توصل للفنتريكل أسرع، بس المنطقة هاي يمشي على ترابي ما ماشي على الطريق السريع، فيكون سلايتلي سلو إلى أن يوصل الامبولس، يعبر الـ AV node يوصل للبندل اوف هيس زين، يمشي سريع الكوندكشن يروح للبندل برانشز. لو رسمنا الـ QRS هاي الـ P wave زين، ثم الـ PR interval يكون قصير لأنه يبدي depolarization of the ventricle early، ولهذا يسموه pre-excitation، يعني الـ ventricle is excited قبل الأوان، تمام؟ فيسموه pre-excitation، فيبدي عندي الـ QRS، بس يبدي الـ QRS ولأنه هذا ماشي عن طريق ترابي مو الطريق السريع، يبدي بفد صعود slurred هالشكل، مو هالشكل يعني نورمالي كيو ار اس هيك يبدي، الار واي فيش تبدي. هذا القلم احمر وين؟ قمت ما اشوف. هيك يبدي. بس لانه اجى بري اكسايتد من الاكسسوري باثوي عن طريق ترابي وليس الطريق السريع،
فيبدي هالشكل slurred. ثم بعد فترة الاكسايتيشن أو الديبولاريزيشن يوصل للفنتريكل أي في نود تعبره ورا الديلي يصير عندك rapid upstroke. الار ويف تكمل هيج ثم اس ويف بعدين تي ويف. هاي يسموها دلتا ويف. هاي الصعود هذا السلورد يسموه دلتا ويف. هاي تشوفها بس بالساينس تبع عليه. هاي نشوفها من الريثم يكون ساينس. لما يصير عندي تاكيكارديا يري انتر تاكيكارديا نوعين اساسيه، ممكن نوع ثالث يصير ويا الاتريال فيبريليشن، بس نتش على النوعين الاساسيه. نوعين، شنو هاي النوعين؟ يا اما انتيدروميك كوندكشن. شنو الانتيدروميك؟ لما الكوندكشن السيركت مالته ينزل من الاتريال الفنتريكل عن طريق الاي في نود ويصعد عن طريق الاكسسوري باثوي. يعني هيك يصير ري انتريس، هاي تصير السيركل هيك. نزولا عن طريق الاي في نود، رسمتها السهم يم الاي في نود حتى يصير شويه واضح السهم. نزولا ينزل من الاي في نود ويرجع يصعد الاتريا السيركل من الاكسسوري باثوي. هذا يسموه انتي دروميك، لا سوري اورثو دروميك كوندكشن. اورثو دروميك كوندكشن، هذا الاورثو دروميك كوندكشن شي يسوي لي ال QRS بالتاكيكارديا. راح يصير عندي ري انت تاكيكارديا، ماكو بي ويف عادة ورابيد ريت. ال QRS يكون نارو. ليش نارو؟ لأنه من بدأ الديبولاريزيشن بدأ عن الطريق السريع، يعني بدأ من النورمال كوندكشن باثوي، طريق السريع اللي هو البندل اوف هيس والبندل برانشز بيركنجي سيلز. اوكي، بعدين رجع للاتري. فال QRS يصير نارو، فيصير نارو كومبلكس تاكيكارديا. اوكي، وما تميز عن ال 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 الافرت، لان هذا ده نحكي سوري عن الافنرت اي في نود ري انتري، لما يكون ري انتري انسايد ذا نود. اوكي، ما تميزه. هذا في حاله الاورثودروميك. اما في حاله الانتيدروميك، يعني ال الديسنت يصير من الاكسسوري باثوي، يعني ينزل من الاتريال فنتريكل ديبولاريزيشن زين من الاكسسوري باثوي، ثم يرجع يصعد ريتروغريد من الاي في نود وهكذا يصير السيركل هيج. هذا يسموه انتي دروميك كوندكشن. انتي دروميك كوندكشن. في حاله الانتي دروميك كوندكشن، تمام، في حاله الانتي دروميك كوندكشن المعطول ده ينزل من الاكسسوري باثوي، فراح يجي عن الطريق عن طريق الترابي، يعني راح يجي مايوكارديال سيلز مو الطريق السريع اللي هو الكوندكشن سيستم والبركنجي سيلز. فش راح يصير؟ سلرد، يصير بطيء. فشي يصير عندي؟ الكيو ار اس يصير وايد، ماكو بي ويف، وايد كيو ار اس، ماكو بي ويف، وايد كيو ار اس تاكيكارديا. فهذا الانتي دروميك كوندكشن. فالبري اكسايتيشن اذا اجى في حاله الانتي دروميك كوندكشن ممكن يصير وايد كومبلكس تاكيكارديا. اوكي، ممكن يصير وايد كومبلكس تاكيكارديا. طبعا اكو نوع ثالث بالتاكيكارديا بالنسبه للبري اكسايتيشن، لما يكون الاتريا بيها اتريال فيبريليشن. زين، ويعني ما اريد اطول عليكم واحكيها هسه، زين نحكيها ان شاء الله اذا ظل لنا وقت في وقت. خوش، اذا الشكل الرابع بري اكسايتيشن سيندروم، خامسه عفوا بري اكسايتيشن دبليو بي دبليو، لما يكون الري انتري انتي دروميك، وعرفنا ليش. اما النوع السادس زين وايد كومبلكس، شنو ممكن يكون؟ فهو اذا البيشنت حاط بيس ميكر فنتريكولر بيست ريثم، يعني حاط بيس ميكر، بس احنا البيس ميكر نحطه حتى نعدل البيشنت عنده برادي كارديا ونحط له بيس ميكر حتى يعدل الريثم. ليش يصير تاكي كارديا؟ خلل بالبيس ميكر، خلل بالبيس ميكر وصار عندي تاكي كارديا.
اوكي فيسموه فنتريكولار بيستردم. ليش يصير وايد كومبلكس؟ لانه هذا الهارت البيس ميكر يجي عن طريق واير، الواير فايت من السنترال فين الى حد السوبيريور فينا كيفا وداخل بالرايت اتريوم ثم بالرايت فنتريكل جاي على الرايت فنتريكولار مايوكارديوم. زين على المايوكارديوم، فلما يصير على المايوكارديوم الكوندكشن راح يبدي من نقطه على الترابي وليس الطريق السريع فيصير وايد كومبلكس اذا صار تكيكارديا. اذا الوايد كومبلكس تكيكارديا هي فنتريكولار فيبريليشن، فنتريكولار تكيكارديا بنوعين بولي مونومورفيك مونومورفيك بوليمورفيك سوري ساينس تكيكارديا و بندل برانش بلوك SVT with bundle branch block, pre-excitation WPW, antidromic, لما يكون antidromic conduction و ventricular paced rhythm. تمام؟ إذن لما عندي wide complex tachycardia واحد من ذا نس ستة. إذا عندي narrow complex أباع regular واحد من خمسة. الregular واحد من ذا نيت ثلاث. إذن قدرت أعرف من خلال ال width مال QRS والregularity الرhythm شنو ممكن يكون. تمام؟ أو على at least differential diagnosis. يبقى هسه عندي وين الالغوريثم مالتنا الأول؟ أي. إذا تذكرون الـ unstable patient كلهم شو نسوي لهم؟ cardiovert until قلنا النتلة تصير على حسب الـ specific type of rhythm على حسب نوع الرhythm. فهسه راح نسوي جدول ونكتب بـ groups of rhythms وش قد نشحن لما نريد ننتل. والاودينس صاروا 25 اوكي بدأت الناس تقل، فهذا اخر شيء راح نحكي اليوم زين عن الانستيبل. وباكر ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين او عقبه نكمل الستيبل زين. فالانستيبل انتل ايش قد ننتل هنا راح نشوف الريثم. الريثم راح نكتبه هنا او الريثم جروب. هنا أنا إذا كان الديفايس مالتك ونحن نعرف عدة أنواع من ديفايس، إذا كان مونو فيسك هنا أنا إذا كان الديفايس مالتك باي فيسك تمام الريثم تايب. إذا كان عندي نارو كومبلكس نارو كومبلكس نارو كومبلكس تكيكاردي النارو كومبلكس ممكن يكون زين regular أو irregular. إذا كان narrow complex tachycardia ممكن يكون regular أو regular. أو wide complex راح نعتبر wide complex كلها VT زين، فإما راح يكون عندي monomorphic أو poly مورفيك تمام. هسه راح نعرف كل تايب من ذني كل جروب من ذني رذمز ايش قد نشحن الديفايس. اذا كان عندي نارو كومبلكس نارو كومبلكس تكيكارديا و ريجولار نارو كومبلكس تكيكارديا، هنا أنا اذا استخدمت مونوفيسك يعني الاجهزه القديمه اللي هي مونوفيسك شحن الجهاز راح انطي 200 اشحنه على 200 جول synchronized دائما synchronized. اما اذا استخدمت bifasic فمنطقيا الدوز حتكون اقل 50 الى 100 جول synchronized. اذا كان irregular هذا اذا regular irregular 200 جول synchronized اذا monophasic. bifasic 120 إلى 200 جول أيضا synchronized. نجي على الوايد كومبلكس مونومورفيك VT مونومورفيك بشكل واحد، هنا أنا إذا مونوفيسك ديفايس نبدي بمية إذا ما فادت نسويها 200 إذا ما فادت 300 إذا ما فادت 360 هي الماكسيمم مال الديفايس أيضا synchronized. أما إذا استخدمت bifasic فراح تستخدم الدوزز 100
إذا ما فادت 200 وإعادة الماكسيمم مال الديفايس مال البايفيسك وأيضا سينكرونايزد. أما إذا بوليمورفيك انتبه بوليمورفيك إن أنا totally تختلف بوليمورفيك في تي أو وايد كومبلكس بأشكال مختلفة راح ننطي إذا مونوفيسك ديفايس 360 جول سينكرونايزد مو سينكرونايزد يعني بالضبط شنو هاي ديفيبريليشن دوز بس هو مو دي هو مو فتريكر فيبريليشن ورا بولس لس في تي هو عنده بولس البوليمورفيك زين البوليمورفيك في تي ننطي دوز عالية لأنه كلش سيريس رذم وأسينكرونايزد لأنه شكل الكيو آر إس يتغير زين فهذا confusing للديفايس ما يقدر يحدد لك الآر ويف فتنطي أسينكرونايزد أوكي 360 جول أسينكرونايزد اللي هو نفس الديفيبريليشن نفس الشيء باي فيسك تنطي الديفيبريليشن دوز إذا ما تعرفها هي 120 إلى 200 جول أو الماكسيمم مال الديفايس الباي فيسك وأيضا سينكرونايزد يعني ديفيبريليشن دوز فقط بالبوليمورفيك في تي اذا صار عندي علم هسه ايش قد اشحن الديفايس اكوردنج المن للجروب مال التاكيكارديا من يا جروب من التاكيكارديا اشحن الديفايس اكوردنجلي اذا احنا عندنا ونرجع للالجوريثم الرئيسي مالتنا احنا عندنا هنا كل واحد سويت له الريصاص عند تاكيكارديا سويت له الريصاص ستيشن وبعد الريصاص ستيشن التاكيكارديا بقت ولقيتها انستيبل انت كارديوفيرت بالدوزز اللي حكيناها بالدوزز اللي حكيناها بالجدول واضح انت بالدوزز اللي حكيناها بالجدول اكسبت اكو اكسبشن فقط اذا كان الريذم شوف الشروط نارو كومبلكس و ريجولار يعني موستلي هذا الريذم بي اس في تي زين نارو كومبلكس و ريجولار موستلي هذا الريذم بي اس في تي في هاي الحاله فقط كونسيدر خلي ببالك ممكن تنطي ادينوسين قبل ما تنتله ات از ا بيناين ريذم هذا الريذم فقط بناين فانت يعني القرار لك ممكن انت تنتل مباشرة اذا البيشنت is very unstable بس القرار لك ممكن انت you may try giving ادينوسين اذا عاد ذاك الوقت الادينوسين ما فات كارديوفيرت تمام اذا كل unstable patient انتل عدا اذا كان نارو كومبلكس regular consider قبلها giving ادينوسين ما فات كارديوفيرت هذا بالنسبة للunstable patient اللي هو حكينا مال اليوم يبقى باكر او عقب باكر ان شاء الله على التساهيل نشوف شو وقت عندنا وقت نحكي على stable patient خلي ببالك شغلة قبل ما اروح خلي ببالك شغلة الكارديوفيرجن ما يفيد الكل مو كل تاكيكارديا تستفاد من الكارديوفيرجن تعرف من اللي يستفاد من الكارديوفيرجن فقط اللي يستفاد من الكارديوفيرجن فقط اللي عنده الكوز الميكانيزم اوف تاكيكارديا از ري انتري التاكيكارديا تصير because of three mechanisms يا اما ري انتري او بسبب ما يعرف increased auto magneticity أو triggered activity reentry يعني أكو فد islet زين جزيرة مال electrically inert tissue ممكن يكون blood vessel ممكن يكون scar whatever ويصير داير ما يدور ري-انتري بغض النظر عن الطريقة والميكانيزم اللي يصير اللي إذا الله كتب إنه عمره روحنا هاد شيء سابقا مسبقا
حاكي بال بالمحاضرة مال الاي سي جي مال الدسرالمية. You can يعني ترجع لها وتشوف. أو increased automaticity. ال increased automaticity هي شنو؟ increased automaticity شنو يعني شنو معناها؟ كل ال conduction system من ال SA node لل AV node لل bundle office لل bundle branches وال Purkinje fibers كلها عدها القابلية نصير pacemaker، لكن الاوتوماتيسيتي مالتها تقل. زين كل ما نمشي دستلي، بس هي بيها اوتوماتيسيتي عدها القابلية أن تصير pacemaker. فلما يصير increase بالاوتوماتيسيتي الريت مال الفايرينج مالتها increase، ممكن ال AV node تصير pacemaker ويصير junctional tachycardia. ممكن ال 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 يعني بالبندل برانشز زين تصير يعني بالفنتريكل يصير ويصير فنتريكل تكاردي. يعني ممكن اكو سيلز هي بيها اوتوماتيسيتي قابليه بس يزيد الاوتوماتيسيتي مالتها وتصير هي البيس ميكر اوفر ذا اس اي نوت وتسوي تكاردي. او تريجرد اكتيفيتي. تريجرد اكتيفيتي هي المايوكارديال سيلز سواء اتريا او فنتريكل. زين ذني ما بيها قابليه على اوتوماتيسيتي، يعني هي مو ما بيها اوتوماتيسيتي مو مثل الكوندكشن سيستم سيلز او البركنجي سيلز. هاي السيلز اذا صار عندها قابليه اوف يعني تصير عندها بيس ميكر ويصير بيها اوتوماتيك يعني اوتوماتيسيتي، زين تصير يسموها تريجرد اكتيفيتي، يعني اكتيفيتي جديده عليها تريجرد ما كانت موجوده. زين وبيها نوعين early after depolarization و delayed after depolarization، ما لنا علاقة بالتفاصيل. فقط الري-entry من ذولا يستفاد من ال cardioversion. زين هو منو الريثمز مال الري-entry؟ خل عدد لكم إياها. الريثمز اللي الميكانيزم مالتها الري-entry هي الاتريال flutter واتريال fibrillation و PSVT paroxysmal supraventricular tachycardia بنوعيها الأفرت والأفنرت و الventricular بعض الأنواع من الventricular tachycardia. ذني الأربعة هم ال re-entry rhythms، ذول اللي يستفادون من ال cardioversion، البقية عادة ما يستفادون. ولأنه أنت من تباوع على الرذم بالإي سي جي بالبداية ممكن أنت تاكي كارديا وما تميز الرذم، زين ما تميزه، فيو ويل كارديوفرت وين يو ويل يو وي ويل كارديوفرت كل الرذمز، كل الرذمز الآن ستيبل ما تاكي كارديا after resuscitation. طبعا after resuscitation بقى تاكي كارديا بيرسنت ان ستيبل انت راح تسوي لهم كارديوفرجن، بس لا تتوقع كلهم راح يستفادون. اللي يستفادون بالحقيقه هم اللي الميكانيزم مال التكي كارديا مالتهم ري انتري اللي هم واحد من ذي فقط. اوكي بس احنا بالالجوريثم احنا كلهم نسوي لهم كارديوفرجن تكي كارديا بغض النظر عن الرقم. اوكي هذا الشيء اللي احكي لكم اياه حتى لا يعني تتوقع انه الكارديوفرجن ويل كونفرت اول ذا ريثمز. هذا كل ما عندي اليوم عن التكيكارديا. إن شاء الله باكر أو عقب باكر أو حسب ما نتفق نكمل عن التكيكارديا stable تكيكارديا، وبعدها إن شاء الله نحكي عن البيدياتريك تكيكارديا ونقارنها بالأدلت تكيكارديا. وشكرا جزيلا وتصبحون على ألف خير.